بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا اليوم. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. مع مطلع هذا اللقاء نفسر الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى عن تكريمه لبني آدم، وذلك يدل على شرف هذا النوع من الخلق، لأن الله سبحانه وهب لهم العقول وميز بينهم وبين المخلوقات التي لا تعقل، وأعطاهم سبحانه وتعالى من نعمه ما يستعينون به على عبادته التي خلقهم من أجلها. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله خلقهم لعبادته وكفل بأرزاقهم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وعبادتهم لله سبحانه شرف لهم ومصلحتها لهم أيضا، لأنها تربطهم بالله عز وجل، تستجلب لهم رضا الله وتستجلب لهم النعم. وأعلى من ذلك أنها تكون سببا لدخولهم الجنة. فالله كرم بني آدم لما خصهم به من أنه خلقهم لعبادته سبحانه وتعالى، تكفل بأرزاقهم ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وعبادتهم لله شرف لهم ومصلحتها راجعة إليهم. أما الله جل وعلا فإنه لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما يرجع أثر ذلك عليهم خيرا أو شرا، وهذا من فضله سبحانه وتعالى أن الله كرم بني آدم على غيرهم من سائر المخلوقات لما حملهم من واجب العبادة لله سبحانه، ليواصل لهم الإكرام في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: وحملناهم في البر والبحر، حملهم الله سبحانه في أسفارهم وترحالهم على وسائل النقل المريحة التي تحمل أثقالهم ويركبونها في أسفارهم،
ففي البر سخر الله لهم ما هو معلوم في كل زمان من ركوب الإبل والخيل، ثم جد بعد ذلك ركوب السيارات والطائرات كما قال تعالى: الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وصار الناس الآن يمتطون السيارات والطائرات، هذا في البر. وفي البحر سخر لهم المراكب والسفن التي تحملهم على عباب الماء ولا تغوص في الماء، بل إنها تمشي على الماء. هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى. حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، يعني من الحلال الطيب الذي يغذيهم تغذية جيدة، تغذية طيبة، ويقويهم على عبادة الله وشكر الله سبحانه وتعالى. أحل لهم الطيبات، حرم عليهم الخبائث. قال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا اشكروا لله إن كنتم كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ما حرم عليهم إلا الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ورزقناهم من الطيبات وأمرهم بأكلها والتمتع بها، وفي ضمن ذلك أنه حرم عليهم الخبائث التي تضرهم، تغذيهم تغذية خبيثة. ورزقناهم من الطيبات، ثم قال: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلهم الله بالعقول، فضلهم الله بشرف العبودية لله عز وجل، فضلهم الله بأشياء كثيرة على سائر المخلوقات، مخلوقات كلها مسخرة لهم. خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. والله جل وعلا جعل كل ما في المخلوقات كلها لمصالح بني آدم، ومنها يأكلون ويتمتعون. رزقناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، على كثير من المخلوقات. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. نذكر السادة الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا في هذا البرنامج مع الشيخ صالح الفوزان، نذكرهم بأن تليفون البرنامج والذي أظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا لمن أراد أن يتصل بالشيخ، ونقول لهم بأن الأسئلة لابد أن تكون واضحة ومختصرة، وأيضا أن يكون الاتصال عبر الهاتف وبعيدا عن جهاز التلفزيون حتى لا يكون هناك ترددات بين السائل والمجيب، مع دعواتنا وشكرنا للجميع. فضيلة الشيخ، هذا يقول بأنني دعوت كثيرا ولكن لم يستجب لي، فما الدليل في ذلك؟ وهل أكرر الدعاء مأجورين؟ نعم يا أخي، كرر الدعاء ولا تيأس، وربما يكون تأخير الإجابة من مصلحتك. فعدم الإجابة إما لأنها لم تتوفر في دعائك الشروط، شروط القبول من أكل الحلال
التغذي بالحلال، ترك الحرام في المآكل والمشارب والملابس، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يطيل السفر أشحف أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أي لا يستجاب له. فمن موانع قبول الدعاء أكل الحرام والتغذي به، وكذلك من موانع قبول الدعاء أن ييأس الإنسان ويقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجاب لي، ثم يترك الدعاء، وهذا لا يجوز، لأنه قنوط من رحمة الله، ولأنه استعجال للإجابة، وقد لا يكون تعجيلها من مصلحته، والله أعلم بمصالحه، فعليه الدعاء والإكثار من الدعاء، ولا يقنط ولا ييأس ولا يستبطئ الإجابة، دعاؤه مسموع عند الله سبحانه وتعالى، والله حكيم عليم، قد يؤخر الإجابة من مصلحته، ولأجل أن يكثر من الدعاء الذي هو العبادة كما في الحديث، والله يحب أن يدعى، قال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكذلك من موانع قبول الدعاء أن يكون فيه شرك، شرك بالله عز وجل، كان يتوسل بالأولياء والصالحين وغير ذلك، ويدخل في عبادته شيئا من الشرك. وكذلك من موانع قبول الدعاء أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، كذلك من موانع قبول الدعاء أن يدعو دعاء غير مشروع، يدعو الله بما شرع، يدعو الله مخلصين له الدين، ولا يدخل في دعائه شرك أو دعاء لغير الله سبحانه وتعالى، أو أن يجعل بينه وبين الله واسطة قبول دعائه وقضاء حوائجه، بل يتوجه إلى الله مباشرة، قال: ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول بأنها نذرت أن تصوم 3 أيام إذا عملت عمل ما، وقد عملت هذا العمل. يا شيخ، هل يجب الوفاء بالنذر، وما حكم إلزام النفس بهذه الأيمان؟ هذا النذر يجري مجرى اليمين، لأنه ليس نذر تبرر، وإنما هو نذر لأجل منع نفسها من شيء، فهو يجري مجرى اليمين، تخير بين فعله وبين صيام 3 أيام. نعم. هذا السائل يقول، أم محمد تقول: بالنسبة للزوجة الموظفة، هل على الزوج أن يقوم بالنفقة عليها؟ نعم، بموجب عقد الزواج تجب نفقة الزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج، ولو كان لها مال ولو كان لها رواتب، إلا إذا شرط عند العقد أنه لا ينفق عليها ورضيت بذلك، رضيت بإسقاط حقها من النفقة، فالمسلمون على شروطه. نعم. هذا السائل يقول: هل ورد حديث فيما معناه ليجعل المسلم لنفسه خبيئة من عمل صالح؟ لا أعلم نصا بهذا المعنى بهذا اللفظ، ولكن الله جل وعلا أمرنا بأن نجعل لنا رصيدا عنده من العمل الصالح ومن العبادة. نعم. أبو عطا الله من الطريف معنا على الخط، تفضل يا أبو عطا الله.
تفضل تفضل ابو عطا الله. طيب فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بالنسبة للمريض إذا صلى الفروض جالسا لأن الطبيب أمره بذلك، هل يأخذ أجر الواقف؟ نعم، إذا جلس في الصلاة لأجل العذر المرض أو نصيحة الطبيب وأن القيام يؤثر عليه فله أجر القائم، لأنه ما ترك القيام إلا لعذر، فله أجر القائم في ذلك. نعم أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يا شيخ، من صام مع بلد وسافر إلى بلد آخر قد سبقهم بالصيام، فما حق هذا الذي سافر إلى هذا البلد الثاني؟ حكمه حكم أهل البلد الثاني، لا يفطر حتى يفطروا، لأنه لا يشذ عن المسلمين في المكان، بل يكون حكمه حكمهم، يصوم معهم ويفطر معهم. اليوم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، أو ما هذا معنى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أبو بندر من الدوادمي، تفضل يا أبو بندر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام الشيخ، الله يرحم والديك، بس بستفسر عن تفسير الرازي، ما رأيك فيه؟ الله يحفظك الرازي. نعم 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 يا أخي. شو السؤال؟ طيب انقطع الخط. يقول هذا يسأل عن تفسير الرازي. نعم، اللي يظهر لي أنه يسأل عن تفسير الرازي. تفسير الرازي أغلبه مبني على علم الكلام وعلم المنطق والجدال أو الجدل، فيه أشياء كثيرة منتقدة عليه، ولكن لا يمنع أن يكون مع هذا فيه بعض الفوائد، فطالب العلم المتمكن يقرأ فيه يستفيد مما فيه من الفائدة ويتجنب ما فيه من الأخطاء. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هذا يا شيخ، هل يفرق بين أهل مكة وغيرهم؟ يعني هل يجب على أهل مكة عمرة، ومن أين يحرمون؟ أهل مكة عليهم عمرة على الصحيح، عمرة الإسلام، عمرة واحدة، عمرة الإسلام، يخرجون من مكة ويحرمون من الحل خارج الأميال ويأتون بالعمرة. نعم. هذا محمد يقول شيخ، كيف أرد المظالم إلى أهلها وكنت في صغري قد أخذت منهم بعض النقود، هل أتصدق عنهم بنية هذه المظالم التي أخذتها منهم؟ لا تصدق بها إلا إذا تعذر إيصالها إليهم، بأن صرت تجهلهم ولا تدري أين هم، تعذر ردها عليهم، تصدق بها على نية أن الأجر لأصحابها. أما ما دمت تتمكن من رد هذه الحقوق إلى أهلها فلا بد أن تردها إليهم أو يتسامحوا عنك. نعم. أبو أحمد من المدينة النبوية، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة. تفضل. نعم. الأول، الوالدة توفت على أولادها، والوالد توفى عمري 3 سنين، أنا لم أعرف لهم يعني صديق ولا أعرف لهم يعني، فإيش اللي يعني حقهم علي بعد موتهم؟ طيب يجاوب الشيخ. حقهم عليك البر والإحسان إليهما بالدعاء لهما والصدقة عنهما والحج والعمرة عنهما، كما وردت بذلك الأدلة. وأيضا إذا كان عليهم ديون للناس تسددها عنهم لإبراء ذممهم، كل هذا من البر بهما. نعم. أنا ما عرفتهم يعني، عشان أعرف عليهم ديون أو ما عليهم ديون.
إذا عرفت يا أخي، إذا عرفت أن عليهم الديون فالمستحسن أن تسددها عنه، أما إذا لم تعرف فليس عليك شيء. السؤال الثاني. السؤال الثاني التسبيح على الأصابع، على نفس رؤوس الأصابع. أي نعم، التسبيح بالأصابع مطلوب لأنها مستنطقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعقد الأصابع بالتسبيح والتهليل والذكر شيء طيب. نعم. السؤال الثالث. السؤال الثالث، الأولاد يعني بعض الأولاد مقصرين في حقوق والديهم. شكرا. شكرا. نعم، الأولاد كما تربونهم، إذا ربيتموهم على الطاعة وعلى الخير وعلى البر والإحسان فإنهم ينشأون على ذلك، كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وأولى من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فإذا كنت ترجو منهم البر فربهم على العبادة وعلى الأعمال الصالحة ونشئهم على ذلك، أما إذا أهملتهم فلا تلومن إلا نفسك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل له مجموعة من الأسئلة، يقول: بالنسبة لكفارة اللعن، إذا لعن شخص أو غيره هل عليه كفارة؟ عليه الاستغفار، وعليه أن يستغفر لمن لعنه وشتمه، استغفر له، وأيضا يطلب منه المسامحة، فإذا سمح عنه فإنه يعفى عنه في ذلك. نعم. السائل أبو بكر يقول: هل النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة يشمل الدروس والمقارئ بعد فجر الجمعة؟ لا، هو نعم، هو من ناحية يشمل لأجل يتفرغ الناس ويتهيأوا لحضور صلاة الجمعة مبكرين، ولكن لو أنهم حضروا وحصل درس بعدما حضروا للصلاة في المسجد وهم ينتظرون الصلاة فلا بأس بذلك. نعم. أبو فيصل من الخبر، تفضل أبو فيصل. تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أحبك في الله يا شيخ صالح. أحببك الذي أحببتنا فيه. آمين يا رب العالمين. شيخ الله يحفظك، عندي سؤال الله يحفظك بخصوص الحديث اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجمعة، في الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة والرابعة والخامسة، هذا ما هي المقصود فيها يا شيخ؟ أنا أعرف أنه في الساعة الأولى كأنه قرب بدنه، وفي الساعة الثانية كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن ما أعرف المقصود بالساعة المقصودة، ما هي الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة؟ شكرا. يعني المقصود أجزاء الزمان، أنك إذا بكرت من بعد الفجر أو من بعد طلوع الشمس هذه الساعة الأولى، وإذا تأخرت قليلا هذه الثانية، وإذا تأخرت أيضا هذه الثالثة، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا أبو سالم: بالنسبة للثقب الصغير في الجورب هل يمنع من المسح عليه؟ وما حكم المسح على الجورب مأجورين؟ لا بد أن يكون الجورب الذي يمسح عليه ساترا للرجل، لا يرى من ورائه لون الجلد، لا يرى من ورائه لون الجلد، بأن يكون شفافا، وكذلك لا يكون فيه خروق كبيرة أو فتحات كثيرة يرى من ورائها أو الجلد، هذا لا يمسح عليه لأنه غير سليم وغير ساتر. نعم. أحسن الله إليكم. نذكر السادة المشاهدين أيضا بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، وتليفون على الشاشة. يوسف من الرياض، تفضل يا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. سمحت بس عندي سؤال واحد. تفضل. اللي يصلون على كراسي ما يقدر يسجد على الأرض،
هل يدخلون في الآية يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون؟ شكرا. لا يا أخي، ذولا ما تركوا السجود، ذولا سجدوا على حسب استطاعتهم. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. أما أولئك الذين يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هؤلاء الذين تركوا الصلاة، دعوا إلى الصلاة وسمعوا النداء والمؤذنين ولم يحضروا للصلاة مع الجماعة، في يوم القيامة يعاقبون، يدعون إلى السجود فتتصلب ظهورهم. وأما الذين يسجدون في الدنيا فإنهم يسجدون يوم القيامة إذا أمروا بذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يستفسر يا شيخ ويسألكم بكتاب تفسير الزمخشري، وما أفضل التفاسير لطالب العلم المبتدي؟ أفضل التفاسير لطالب العلم المبتدي تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، تفسير واضح وتفسير مختصر وخلاصة طيبة، وإذا ترقى عن ذلك فأيضا تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير موثوق وجيد وعلى مذهب السلف، وكذلك تفسير الإمام البغوي رحمه الله تفسير سلفي جيد، وأعلى من ذلك وأصل التفاسير وأمها تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. هذه التفاسير المعتبرة السليمة من التأويلات التأويلات الباطلة في الأسماء والصفات، فهي تفاسير جيدة وعلى مذهب السلف الصالح، وعلى وجوه التفسير الواردة في أصول التفسير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: الذي اشترى شقة تحت الإنشاء، ما حكم ذلك؟ مأجورين؟ وهل لابد أن تكتمل في البناء؟ نعم، هذا هو الأصل، أنه ما يشتري إلا شيئا موجودا. أما أنه يشتري شيئا غير موجود ولكن بالمواصفات، هذا يسمى بالاستصناع. وقد اختلف العلماء في الاستصناع هل يجوز أو لا، فالأولى والأحسن أن لا يشتري إلا بناء قائما موجودا متكاملا على حسب حاجته. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. وهذا سائل آخر يقول في هذا السؤال: بالنسبة يا فضيلة الشيخ لغسل يوم الجمعة، إذا كان الإنسان عليه جبيرة أو لديه خوف من الماء ولم يغتسل، ما المراد بغسل الجمعة؟ غسل يوم الجمعة مستحب ومؤكد لمن قدر عليه، وأما من لم يقدر عليه لمرض أو إنه لا يجب عليه، بل إذا كان يتضرر فلا يستحب له ذلك. وإذا كان بإمكانه أن يغسل الصحيح من جسمه، يغسل الصحيح من جسمه، فإنه يفعل ذلك، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أبو ثاني من حفر الباطن، تفضل يا أبو ثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. جزاك الله بخير يا شيخ. حياك الله. عندي ثلاثة أسئلة تكرمت يا شيخ. نعم. السؤال الأول: طال عمرك عندي عيال ولدي أيتام ولهم راتب تقاعد ولهم رواتب من التقاعد جتنا فلوس وعندي الآن الفلوس، وهل أوزعها على جدتهم على أحد لنا حق نتصرف فيها؟ لنا أنا ولي عليهم، لي ولاية عليهم، لي حق أن نتصرف عليهم شيء. اسمع الإجابة يا أخي، اسمع الإجابة. لا يا أخي، لا تصرف فيها، احفظها لهم، احفظها لهم إلى أن يكبروا. مثل وقت حاجة ولا شيء يا شيخ،
يا أخي احفظها لهم، لا تأخذ منها شيء، احفظها لهم. وإذا كبروا وتحسبني أنا قلت منعنا الشيخ. اسمع الإجابة، اسمع الإجابة يا أخي. أجبناك يا أخي، احفظها، أنت أمين مستحفظ عليها، احفظها إلى أن يكبروا، فإذا كبروا بلغوا سنة البلوغ وهم راشدون ادفعها إليهم. سؤالك الثاني مختصر. الأمانة عندك. طيب السؤال الثاني، طال عمرك أنا قبل 3 سنوات جامعت برمضان النهار، وقت النهار، وطوفت الكلام هذا ب 1432، وطوفت 33 رمضان و 34 رمضان ما سويت اديت شو اسمه الصيام. هل انا اديته ب 35 لاني حاولت ان اشتري لي اعتاق رقبه من جنوب افريقيا او من افريقيا، هذا ما قدر، وصمت شهرين ب 35، هل علي شيء غير كفاره غير الصيام؟ اسمع الاجابه. هو الواجب عليك العتق أول شيء، فإذا لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع الصيام فإنك تطعم 60 مسكينا، فكفارة الجماع في رمضان مثل كفارة الظهار سواء بسواء. نعم أحسن الله. أنا صمت شهرين بس بعد سنتين الشيخ بعد رمضانين علي كفارة غير ما يخالف ولا لا خلاص يكفي؟ يا أخي ما يخالف، لو تأخر التكفير لو تأخر ما يخالف، لا بأس. نكتفي بهذا فضيلة الشيخ. نكتفي بهذا السؤال فضيلة الشيخ. بالنسبة يقول للمفرد والقارن في الحج، هل عليهما هدي؟ نعم، المفرد ليس عليه هدي، أما القارن فعليه هدي، لأنه جمع بين حج وعمرة بين نسكين، ودخلت أعمال العمرة في الحج، فعليه دم التمتع لأنه متمتع. نعم يا شيخ. يقول هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد ارتياده المسجد كما في الحديث؟ نعم نرجو له ذلك، لأن ملازمته للمسجد وحرصه على الصلاة في المسجد يدل على الإيمان، هذا من خصال الإيمان. الله جل وعلا يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فنحن نشهد له حسب الظاهر من عمله، وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول هذا السائل يا شيخ، أشكل علي في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ نعم، ضالا يعني لا تعرف الهداية قبل أن يبين الله لك ذلك. قال جل وعلا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالله هو الذي علمه وهو الذي أوحى إليه وأخرجه من الجهل إلى العلم ومن والعمل الصالح، هذا ممن يمتن الله به عليه على نبيه صلى الله عليه وسلم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. أبو خالد من القصيم، تفضل يا أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هل شارب الخمر هل صحيح أنه ورد لا تقبل الصلاة 40 يوم؟ شكرا. شارب الخمر عاصي مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ويحكم عليه بالفسق إلا ويقام عليه الحد، حد الشرب،
إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل للمرأة أن تقرأ الرقية إذا أصيبت ابنتها أو زميلتها أو قريبتها، هل تقوم بالرقية على المرأة؟ لا بأس بذلك، الرقية يقوم بها الرجل وتقوم بها المرأة، كلهم يقومون بذلك، وهي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: ما واجبنا تجاه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهل ورد الصلاة عليه في يوم الجمعة أكثر من 20 مرة؟ نعم، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة عند ذكره وفي تشهد الأخير من الصلاة، ركن من أركان الصلاة، تجي: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا، أن نصلي ونسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. وفي يوم الجمعة يتأكد أكثر من غيره الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة. نعم. تفضل يا منصور من الرياض معنا على الخط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ صالح؟ عندي حياكم الله 3 أسئلة مختصرة لو سمحت. تفضل. نعم. عندي طال عمرك الوتر بعض المرات أصليها مع ركعات العشاء. يعني بعد صلاة العشاء. لحظة اسمع الإجابة. أبشر. شلون تصليه مع ركعات العشاء؟ يعني مع ركعات العشاء، انويها انه وتر واصليها مع الركعة، لاني بعض المرات انام بدري. يعني تصلي الوتر بعد صلاة العشاء؟ اي بعد ركعات العشاء يا شيخ. بعد صلاة العشاء؟ ايه ايه نعم. ايه اذا اوترت بعد صلاة العشاء فلا مانع، بعد الراتبة، صلاة العشاء مع راتبتها ثم تصلي الوتر. نعم. فإذا يسر الله لك القيام آخر، اصبر يا أخي، إذا يسر الله لك القيام في آخر الليل فإنك تصلي أيضا وتكتفي بالوتر الأول الذي أوترته في أول الليل. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني ويحفظك، الكتاب اللي ينصحنا الشيخ بقراءته اللي عام، يعني كتاب عام شامل جميع العبادات. ما أحسن ولا أبلغ من كتاب الله عز وجل، فأكثر من تلاوة القرآن. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل رياض الصالحين، مثل بلوغ المرام، مثل كتب الحديث، تقرأ فيها يا أخي لتستفيد منها بعد القرآن. نعم. شكرا شكرا. السؤال الثالث لو سمحت لي، بس التمويل لتسوي الشركات اللي على 20 سنة و 25 سنة، وش حكمه يا شيخ؟ اللي هو مش طريقة 4000 و5000 على 20 سنة، بعض الشركات وبعض البنوك يعني يعطون مليون مثلا زي طريقة الإسكان ويأخذون عليها مليون وما أدري، وقصدها طويلة الأجل، وش حكمها يا شيخ الله يحفظ؟ ما أدري وش طريقة هذا، لكن هل هو قرض؟ يقرضونك قرض وتسدده على سنين متعددة؟ يعني تمويل يا شيخ، مليون ويأخذوا عليها يعني 700,000 أو 800,000. هذا قرض، هذا ربا، ما يجوز أنهم يأخذون زيادة، يقرضونك ويأخذون قدر ما أقرضوك ما في بأس، أما يأخذون زيادة على القرض هذا ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا بإجماع أهل العلم. شكرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كم تبلغ درجات الجنة وكم نصيب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهل صحيح بأن الدرك الأسفل من النار يكون العذاب بالزمهرير؟
نعم، الجنة درجات، الجنة درجات، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، ولا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما النار فهي دركات بعضها تحت بعض، والدرك الأسفل من النار هو موطن المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا قبل موتهم، تابوا من النفاق فإن الله يتوب عليهم. وأما أن الزمهرير وهذا الله أعلم، هو في النار لكن الله أعلم في أي دركة منها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، لي زميل يجعل من يوم الجمعة على مدار السنة موعدا لسفره ويصليها ظهرا. نعم، يقول لي زميل يجعل من يوم الجمعة موعدا لسفره، يقول ويصليها ظهرا. إذا سافر قبل الزوال، قبل زوال الشمس، فلا مانع، وإن كان هذا يكره أيضا ولكنه لا يحرم. وأما السفر بعد زوال الشمس ودخول وقت الجمعة فلا يجوز حتى يصلي الجمعة. نعم، أحسن الله إليكم. هل يلزم في سجود الشكر أن أكون بملابس الصلاة ومستقبلها القبلة، وماذا أقول في السجود؟ هذه أم أحمد تقول هذا السؤال. سجود الشكر مثل سجود التلاوة، عبادة مستقلة، عبادة مستقلة، وإذا توضأ لها ولبس الملابس وسترت المرأة نفسها مثل الصلاة فهذا أكمل وأتم. نعم، أبو سلطان من الرياض. السلام عليكم. نحايل، تفضل أبو سلطان. السلام. الله يحفظك. الذي دعوة موسى على فرعون، صحيح أنه 40 عام أجل الله هذا فرعون بسبب أنه بار بأمه يا شيخ؟ شكرا، ما أدري يا أخي، ما أدري هذا. نعم، شكرا، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، قرأت بأن الخالة في مقام الأم في البر، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا صحيح، الخالة بمنزلة الأم، يبر بها ويحسن إليها، وهي من أقرب أقاربه إليه، حق القرابة. نعم، يقول: أيهما أفضل فضيلة الشيخ، سب الشيطان أم التعوذ منه، وإذا وسوس الشيطان للإنسان في عباداته؟ نعم، التعوذ من الشيطان عند الوسواس مأمور به، يطرد عنك الشيطان فلا يوسوس لك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فيترك فيستعيذ بالله إذا أحس بوسواس أو أحس بهاجس من هواجس الشيطان، فإنه يستعيذ بالله، والله جل وعلا يدفعه عنه بالاستعاذة. نعم، هل ورد حديث خير الأسماء ما حمد وعبد؟ لا، بهذا اللفظ الذي ورد حب إلى الله، حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، أو خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. نعم، يقول السائل: الشيخ، بالنسبة لاستشهادنا بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، الأحاديث الضعيفة تختلف منها أحاديث قد ترتقي من الضعف إلى درجة الحسن لغيره، وقد تكون ضعيفة ولا ليس لها شواهد أو شديدة الضعف، هذه تترك. أما الاستشهاد بها في فضائل الأعمال وكذلك في الترغيب والترهيب، فهذا مما يقوله العلماء، لأنها لا يؤسس عليها أحكام تحليل أو تحريم أو وجوب، وإنما تدخل تحت الأدلة الصحيحة في تشريع الأحكام والعبادات. نعم،
أحسن الله إليكم. أم عبد الله تقول والدنا في العام الماضي أدخل المستشفى في رمضان من أول رمضان وهو على السرير، وقد توفاه الله في الثالث من شوال بعد العيد بثلاثة أيام، هل نصوم عن هذا الشهر الذي كان في المستشفى؟ لا، ما دام انه في المرض ومات في مرضه أفطر من أجل المرض، ومات في مرضه فليس عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو أحمد، أحاديث تأتيني في الجوال بين فينة وأخرى، وخصوصا بعد صلاة الجمعة، وهي أحاديث لا أدري عن صحتها، وتذيل هذه الرسالة بأنشر تؤجر. لا يا أخي، لا تأخذ الأحاديث من الجوالات، الأحاديث تؤخذ من كتب الحديث الموثوقة من الصحاح والسنن والمسانيد، والذي لا تعرفه اسأل عنه أهل العلم، ولا تأخذه من الجوال وتعمل به. نعم. أبو سلطان من الرياض، تفضل يا أبو سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. السؤال عن حجان يا شيخ، معي حجان رموش، حجان طول معي وقصن، وفي شيء ولا؟ ايش؟ حجان رموش اللي فوق العين يطول رمش معي ويسكر عيوني وقصب لي شوي شوي. اي نعم، اذا كان تتاذى بها وهي فيها طول اكثر من العاده فلا باس ان تزيل الزايد هذا لتدفع الاذى عن نفسك. نعم. احسن الله اليكم. يقول هذا السائل، الشيخ افتونا في هذا الموضوع، فهناك شخص يقسط المكيفات وهي نفس السلعه تدور بين البائع والمشتري وبين المقترض. كيف هذا؟ يقول، ما فهمت السؤال. يقول أشتري مكيفات بالتقسيط وهنا تدور بين البائع والمشتري. لا، لا تدور بين البائع والمشتري، إذا اشتريتها صارت ملكك، تتصرف فيها، تبيعها عليه وعلى غيره مثل غيره سواء. نعم. يقول رجل يتوضأ في الحمام ولا يخرج إلى المغاسل، هل في ذلك حرج؟ لا بأس بذلك، إذا كان ما يناله نجاسة من داخل دورة المياه لا بأس أن يتوضأ فيها. نعم. يقول هذا السائل، الشيخان الإمام البخاري ومسلم من أشهر المحدثين، ما هي الكتب الثانية أو أشهر كتب هؤلاء بعد كتاب البخاري ومسلم؟ نعم، البخاري له كتاب الأدب المفرد، وله كتاب التاريخ في تراجم المحدثين، وأما مسلم فلا أعلم له كتابا غير الصحيح. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن الذكر الجماعي وترديده حفظكم الله. الجماعي بصوت واحد هذا بدعة، أما الذكر كل يذكر الله بنفسه منفردا عن الآخرين فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. المرأة تقول، هل لها أن تمسك المصحف وهي حائض، وهل تؤجر إذا أتتها الدورة وهي تريد كثرة العبادة والذكر؟ نعم، الحائض لا تمس المصحف، وكذلك الجنب لا يمس المصحف مباشرة، ما إذا مسه من وراء حائل أو وهو في غلافه، حمله وهو في غلافه أو صندوقه فلا بأس بذلك. نعم. وبالنسبة يا شيخ، تقول حكم المصحف المفسر، هل تقوم بلمسه وتصفحه؟ إذا كان القرآن مكتوب في صفحات وتفسير في الهوامش هذا مصحف، حكم المصحف. أما إذا كان الآيات يأتي بعدها التفسير ولا تكون الآيات مكتوبة على صفحة كاملة وإنما هي تبع التفسير،
كل ما جاء بمقطع من الآيات يفسره هذا كتاب تفسير لا بأس أن تمسه الحائض. نعم. الاتصال الأخير أبو شادي، تفضل أبو شادي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. يا أخي في الله، أنا والله أقرأ القرآن الكريم ولا ما أعرف، ما قرأت قرآن، ما أعرف كتابة، أقرأ القرآن غيب، في غيب أقرأ، وأقطع عن السطور ما أعرفها، هل جائز ولا ما هي جائز؟ نعم. القرآن الكريم أقرأه وأنا ما أنا عارف الكتابة ولا عارف شيء، أقرأ هواوي كذا غيب، قرونا ناس جزاهم الله خير، وأنا الحين ما أنتهى يومين ثلاثة أيام أنتهى أقطع فوق السطور ما أعرفها كثير. شكرا. يومين ثلاثة ايش؟ القراءة ما اعرفه، اقرا غيب. ايه لا مانع تقرا غيب، واذا اشكل عليك شيء تسأل القراء وتطلب منهم يصححون لك القراءة على الوجه الصحيح. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أشكر الزملاء في مكتبة الشيخ محمد عبد العزيز الحامد ويزيد بن محمد الماضي. أشكر زملائي معي في استوديو الرياض، بقية الفنيين والمخرجين. هذا زميلي مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري الذي أخرج هذه الحلقة. يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.